بداية يوم جديد إن شاء الله يكون يوم كله خير ويوم سعيد علينا جميعا. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وأهلا بكم وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك، صباح الهنا، صباح الخير والهنا عليك يا كريم، والهنا والخير على حضراتكم جميعا. ويا رب كده في بداية هذا اليوم اللي حضراتكم بتستفتحوه معانا، يعني اللي بيتابعنا وبيتفرج إن شاء الله يبقى كل أخبارنا حلوة، وكمان أكيد هنتكلم عن أخبار النادي الأهلي وهنتكلم عن الكرة العالمية النهاردة تحديدا، لأن امبارح الديربي اللي احنا اتكلمنا عنه يعني او نوهنا عنه في الحلقه حاجه كانت غريبه امبارح، الاحداث والاجوال لا في حاجه امبارح مش مظبوطه ابدا، ومش مظبوطه بحاجه وحشه، هي حاجه غريبه شويه بس بطريقه حلوه او بشكل ايجابي بالمناسبه يعني. بس واضح ان بجد الدوري الانجليزي مشتعل بشكل كبير جدا، وواضح ان المان سيتي يا كريم حسب الموضوع من دلوقتي نقدر نقولها او ده ما يقال حاليا على السوشيال ميديا. على كل حال خلينا ننوه مع حضراتكم، الفقره الاولى هتكون معانا الصحفيه منى عمر، وهنتكلم زي ما كنت بقول على الكره العالميه لان في كتير جدا لازم يتقال في النقطه دي. والفقره الثانيه هيكون منورانا دكتور ايمان المراكبي، استاذ المخ والاعصاب بكليه الطب جامعه عين شمس، وهي دايما ممتازه او بتتميز يا كريم دكتور ايمان ان هي بتجيب لك حاجات او مواضيع وملفات انت مش متوقعها، يعني تيجي مثلا تقول لك ايه علاقه السمنه بالذاكره، طب انت عمرك كنت سمعت حاجه زي كده؟ فملفات بتبقى مهمه جدا، حضراتكم اكيد يعني هتستفيدوا بيها، بس تابعونا ان شاء الله في الفقره الثانيه. نبدا بقى بالماتش امبارح، لان ماتش امبارح ما يتقالش عليه ماتش، يتقال عليه عظمه يا حضرات. امبارح كان في يعني حدث جلل في الدوري الانجليزي، شفنا عظمه بالمعنى الحرفي طبعا في لقاء الديربي امبارح، واللي واضح كده ان صدى نتيجته الكبيره والعريضه اكيد ملهاش حل، الحكايه دي هتفضل مكمله معانا شويه حلوين. امبارح ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، عدد اهداف يعني او نقدر نقول يعني حقيقي عداد اهداف، يعني عداد اهداف عمال يعد 9 اهداف في ديربي. طبعا دي واحده من اكبر النتائج في تاريخ ديربيات العالم على الاطلاق. امبارح كل الناس اللي كانت بتتابع هذا اللقاء استمتعوا متعه غير طبيعيه، وطبعا بصفه خاصه كلام ينطبق على مشجعي السيتي اللي شافوا ظواهر كونيه بتحصل في ماتش ظواهر كونيه. انا بتفق معاك، ولكن على الصعيد الثاني اكيد يا جماهير مانشستر يونايتد كان في حزن شديد لدرجه يا كريم ان هم يعني سابوا البعض منهم ساب المدرجات. هنتكلم في اللقطه دي طبعا لان هي مش متعودين عليها، يعني مش متعودين ابدا عليها، لكن الماتش في العموم او ان جنرال زي ما بيتقال كان ماتش عظيم جدا. بس طبعا من جانب السيتي الفريق قدر ان هو بجد يعني يحصر اليونايتد في منطقه كده ويستحوذ كمان ويجيب 6 اهداف، وكان يقدر على فكره بالمناسبه ان هو يجيب اكتر من كده، لكن كان في بعض مفارقات على كل حال في الماتش اللي هي برده كانت شويه عجيبه. يعني 6 اهداف انت بتتكلم لاثنين لعيبه فقط، مش 6 اهداف مثلا لاربع لعيبه اهم قدامكم هالاند وفودين، طبعا هم اللي عملوا الماستر بيس ده امبارح، حاجه كانت محترمه، وكمان الاسيستات هم اللي كانوا عاملينها لبعض. انا شايفه اعتقد يا كريم ان السيتي بجد ممكن ينهي الدوري بدري جدا، حتى لو كان او الناس بتتحدث ان ارسنال حاليا هو المتصدر الجدول، بس انا اعتقد ان يعني ماتشين الارسنال مع السيتي في الدوري هيوصلوا او هيعملوا جدل كبير جدا، او هيحسموا خلينا نقول كمان الجدل. لا شيء امبارح غير متوقع، وهنتكلم على نقاط كثيره او حاجات حصلت كده في النص، بس لا بجد محدش كان متوقع هذا او هذه النتيجه ابدا ابدا، وده التعليقات اللي هنقراها مع حضراتكم، بس بجد السيتي يستحقها. بصي يعني حق يقال كل اللي مع ان انا مش مع السيتي، بس السيتي يستحقها. كل اللي حصل كوم، وكل اللعيبه اللي ادوا اللي عليهم وزياده كانوا كوم، لكن هالاند امبارح وبرده استكمالا لكلامنا عن الجدل اللي اثير، في ناس كتير بتطالب بان يتعمل يعني تحليل ما للبني ادم ده، لان هم شاكين في انه بشري، شايفين ان هو اقرب لكونه كائن فضائي عن كونه بشري. اللي بيحصل ده مش طبيعي حضراته. بالمناسبه من ضمن اللقطات اللي كانت ملفته للانظار في ماتش امبارح وعجبت ناس كتير تشجيع والد هالاند دي وهو موجود في المدرجات، وطبعا الجدير بذكر ان والد هالاند كان هو نفسه لاعب سابق في السيتي، بس يعني لو هنتكلم مع حضراتكم بصراحه ما حدش افتكره الا لما هالاند الابن جه السيتي وابتدى يشكل هذه الظواهر الخارقه للطبيعه مع كل مباراه، هاتريك هنا وهاتريك هناك، لعيب مش طبيعي امبارح يعني شفناه الحقيقه متالق، كان فاضل له شويه وكان هيطير، يعني دي الحاجه الوحيده اللي ما عملهاش في ماتش امبارح. لا هالاند هقول لك على حاجه بقى، من التحليلات الفنيه اللي على هالاند تحديدا طبعا يعني هو حاجه بلغه الارقام غير مسبوقه، يعني لا تقارنه بكريستيانو ولا بميسي ولا بابراهيموفيتش ولا على فكره بمحمد صلاح، الحق يقال اللي هو قدمه وتعداد الاجوال مع عدد المباريات مع سنه مع الماتشات اللي لعب فيها، لا
هو تقريبا هيحطم رقم جديد، رقم قياسي جديد في هذه اللعبه. النقطه الثانيه اللي بعض الناس ما اعرفش انت هتتفق في دي ولا لا، بس محللين كتير اتكلموا او قارنوا ما بين هنا في المباراه تحديدا هالاند وفودين، قال لك هالاند طبعا مش هنقول عليه لاعب مهاري على قد ما هتقول عليه لاعب ذكي، وفي نفس الوقت هو بيحرز اهداف، يعني هو لاعب محرز للاهداف بشكل كبير جدا، لكن فكره المهاره اللي في الملعب لا دي مش موجوده. يعني تيجي تقارنه مثلا بكريستيانو او ميسي في الملعب كلاعب مهاري، لا هو مش لاعب مهاري من النقطه دي، بس هو بيعرف ازاي يحرز الاهداف. على العكس بقى تماما فودين، لا فودين عنده تطور في اللعب كان بشكل كبير جدا، ده مش كلام او مش كلامنا، لا ده كلام محللين، فقال لك في تطور رائع جدا في ادائه، والكيمستري ما بينه وما بين هالاند كانت اكثر من رائعه، بيعرف ازاي يلعب، بيعرف ازاي يحرز الاهداف. فكتير من الناس متوقعه برضو ان فودين له مستقبل كبير جدا في هذه اللعبه. فلا انت زي ما بتقول وزي ما كلنا شفنا طبعا هالاند يعني اسطوره ربما هي بتصنع حاليا. وعلى الصعيد الثاني نروح للاسطوره الموجوده او الاسطوره اللي احنا بنحبها كلنا وبنعشقها، كريستيانو رونالدو. وامبارح اللقطه اللي زعلتني شخصيا، لان اكيد انا من الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو جدا، الشكل بتاعه او صورته دي احدى الصور الحلوه، يعني ليه صور تانيين او صور تانيه كان حزين جدا وتحس نظره الحسره موجوده على وشه كريم وهو قاعد. طبعا هو امبارح لم يلعب، لم يشارك طبعا في المباراه زي ما حضراتكم عارفين، لكن كان باين جدا الحزن لما كان من الكاميرا كانت بتجيب لقطات على كريستيانو، لا كان في حزن شديد جدا طبيعي. وتحس كده في خيبه امل، يعني ده بالنسبه لكريستيانو. تعالى بقى اللقطه تانيه برضو او مشهد تاني او صوره تانيه زي ما حضراتكم شايفين، اليكس فيركسون المدرب التاريخي لليونايتد، المدرب التاريخي لليونايتد اللي احرز يا كريم يعني اهداف، وخلي بالك ده حصل على لقب مدرب الموسم تقريبا 13 مره لو انا مش غلطانه خلال تدريبه لمانشستر يونايتد، حاجه ويعني ده من افضل المدربين في تاريخه. برضو زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطه اللي عليها حسره كبيره جدا او اندهاش في نفس الوقت، وايه اللي بيحصل يعني امبارح كان ايه اللي بيحصل فعلا، يعني لا حاجة كانت طبعا مش متوقعة أبدا. طبيعي جدا أن نظرات الحزن دي تترسم على وشوشهم هما الاثنين بصفة خاصة، لأن فعلا اللي هما كانوا قاعدين بيتفرجوا عليه ده مش طبيعي. وفي مباريات كده بيكون بعيدا حتى عن فكرة النتيجة النهائية للمباراة، في مباراة تبقى مهينة للفريق الخسران، وخصوصا لما يكون في نجم زي كريستيانو رونالدو، يعني الوضع بالنسبة له الصورة من زاويته هو مختلفة تماما عن الصورة اللي كلنا شايفينها، هو حسبته مختلفة على طول، الكلام اللي بيحصل في أرض الملعب ده بيسمع بالنسبة له وبيفكر طب أنا وضع إيه، صورتي هتتهز إلى أي درجة، في حاجات كتيرة جدا ممكن تختلف وحسابات كتيرة ممكن تتغير نتيجة ماتش زي اللي شفناه امبارح مثلا، لقاء غير تقليدي بالمرة. والحقيقة هي دي كرة القدم، ولازم يبقى احنا كمان عندنا نفس الرؤية دي. في ناس مع نهاية أي لقاء بتفرح، وطبيعي جدا إن ناس تانية بتزعل، ناس بتحس بالانتصار وناس بتشعر بالهزيمة والانكسار، كل ده طبيعي جدا، بس في النهاية هنرجع ونقول أهو ماتش وانتهى ونبص للي بعده. عشان كده الناس دي متقدمة لأسباب كتير والاعتبارات مختلفة، أكيد من أهمها فكرة إن هم لا بيوقفهم فرح ولا بيعرقلهم حزن، هم بيكملوا على طول، وعقبال عندنا كده. هو أنت كلامك صح، بس أنا أعتقد إن هو هيوقفهم حزن شوية، يعني لأن لا يعني فكرة امبارح الاندهاش أو المباراة اللي هي غير متوقعة، وفكرة كمان الاندهاش اللي عند رموز هذا النادي، وفكرة الجماهير اللي مشت، أكيد كل ده هيسيب أثر شوية، مش هتعدي كده، لا طبعا هتسيب أثر، لكن أكيد لازم. أو دي كرة القدم طبعا، ما فيش يعني فريق وقلنا قبل كده بيفوز على طول، ما فيش حد بيصنع التاريخ طول عمره، لازم بيحصل دروب، وده شفناه في أندية عالمية كتيرة جدا، وشفناه حتى معانا في النادي الأهلي. شوف أنت حتى لو جيت بلغة الأرقام تتكلم عن الدوري الإنجليزي وعدد إحراز لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، هتلاقي هنا 20 ل 8، يعني شوف أصلا الفرق كبير قد إيه، 20 مرة مانشستر يونايتد أحرز لقب الدوري الإنجليزي مقارنة بالسيتي 8 مرات، ففي فرق كبير. ولكن رغم ده برضو اليونايتد امبارح كان غير موفق تماما، فالتاريخ ليه دور، الناس واخدة على الفوز،
في فرق كبير جدا بين اليونايتد والسيتي، لكن شوف اللي حصل امبارح، هي دي كره القدم، هو ده اللي احنا بنقوله. لكن برضو هنشوف الفتره اللي جايه اليونايتد هيعمل ايه، لسه يعني لسه شويه على الدوري، المواضيع منقلبه، الموسم اللي فات اصلا كان لوحده غريب، فربما الموسم ده كمان بيشهد نوع من اغرب بكتير. اللي انا عايزه اروح له بس يا كريم معاك وبرضو معاك، التصريحات الخاصه بقى بالمدير الفني جوارديولا طبعا، والمدير الفني لمانشستر سيتي اريك تان، لان هو كان ليه كذا تصريح محترم، بس لفت نظري بقى لتصريحات جوارديولا، لان انا اتوقع كل الناس كلها متوقعه بعد فوز مانشستر سيتي يعني جوارديولا هيطلع يشكر في اللعيبه بقى وهيقول لك احنا صنعنا التاريخ، ده ما حصلش على فكره. شوف مثلا الحاجات اللي عجبتني جدا، قال لك الكمال غير موجود، من المستحيل، لكن يجب ان نحاول النظر الى اقصى ما لدينا، قدمنا اداء جيد ويمكننا ان نفعل ما هو افضل. يعني تخيل انت واصل لفين وعامل ايه على ارض الملعب، وحاجه يعني اول مره تحصل، وكمان بتقول لك ادائنا كان جيد، لا شيء غريب طبعا. بص دي بقى، لا بص كمان العديد من اللاعبين لديهم تمريرات سيئه وهذا ليس جيدا، يجب ان نكون اكثر اتساقا في بعض الامور، ما زلنا غير جيدين. تخيل تخيل المان سيتي جوارديولا المدير الفني المان سيتي بعد الاداء المبهر امبارح بيقول لك تصريحات زي دي. بس شق الحلو بقى لما اتكلم على هالاند، قال لك ارقامه تتحدث عن نفسها، لقد فعل هذا من قبل، نحاول دائما مساعدته في بيئتنا. ده بالنسبه لجوارديولا. تعال بقى نروح لتصريحات اريك تان طبعا المدير الفني لمانشستر يونايتد. قال كده تحديدا، قال الناس سألته طبعا في الأول عن فكرة عدم إشراك كريستيانو رونالدو، هو قال ده احتراما لتاريخه، وقال كمان لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال الأمر بسيط للغاية، عندما لا تؤمن بنفسك في الملعب فلا يمكنك الفوز بالمباريات، وهذا غير مقبول. أضاف كمان عفوا، لم نكن منضبطين في اتباع القواعد، كانت مفاجأة بالنسبة لي، لم نكن في المقدمة ولا يعني شجعانا على الكرة، وكانت هناك مساحات كثيرة. على كل حال برضو هختم حضراتكم بالتعليق ده، هو قال الموضوع ملوش علاقة بالسيتي أبدا، يعني قصة الهزيمة دي ملاش علاقة بالمان سيتي أبدا، الأداء بتاعهم هم ما كانش حلو، أداءنا لم يكن أصلا جيدا من ناحيتنا، شعرت بذلك من الدقيقة الأولى. فدي التصريحات للمديرين الفنيين لما حضرتك بتتفرج على مباراة محترمة جدا، بتشوف هذه التصريحات. طبعا الجانب بتاع مانشستر يونايتد أكيد عنده يعني حزنه، بيعترف أنه هو كان مش كويس ابدا من الدقيقه الاولى، لكن على الصعيد الثاني انا مستغربه التصريحات اللي هي بتاعه يعني مدير الفني جوارديولا، يعني برضو غريبه، برضو يعني مبنيه على قدر كبير من الثقه، ونقدر نقول ان التصريحات ممكن من الجانبين الى حد كبير متوازنه، يعني لحد كبير متوازنه. فكره ان الطرف المنتصر ما افورش في الحديث عن الانتصار وقال لك لا ده احنا برضو يعني ممكن نبقى احسن من كده، والطرف الخسران برضو ما دورش على شماعات. بس احسن من كده يا كريم؟ مش بقول لك هيطير يعني احسن من كده ايه؟ استني والله انا مش شايفه احسن بصراحه. الفتره الجايه هتشوفي طيران في الملعب هالاند، بقول لك الماتش الجاي غالبا هتلاقيه وصل مرحله الطيران، لان تاني نرجع ونقول هو اقرب للكائن الفضائي عن ما هو انسان. والحقيقه يعني بنتفرج على متعه، وكل دي حاجات في مصلحه محبي كره القدم، وخصوصا متابعي ورواد الدوري الانجليزي اللي طول عمره دوري من اقوى دوريات طبعا العالم. لكن واضح كده، وخصوصا ان الموسم ده الوضع فيه هيكون مختلف تماما عن كل اللي فات، وصعب جدا التكهنات والناس اللي قاعده بتراهن على ان مين مثلا هيحصل على لقب الهداف بقت مشكوك فيها دلوقتي، خصوصا في ظل الهاتريكات المتكرره اللي بيعملها هالاند. ما لو فضل على نفس المعدل ده وهياخد هداف في دوريات اوروبا كلها تقريبا، مش حد هيحصله. احنا بنتكلم على حاجه غير مسبوقه. ومناسبه الكلمه اللي كنت بتكلم عنها هوندي فيها من شويه، فكره ان هم الناس دي لا حزن بيوقفهم ولا فرح بيوقفهم، الى حد كبير الى حد كبير الكلام ده ينطبق علينا. فكره تقلب الصفحه، يعني احنا رواد في حته تقلب الصفحه دي، هم لو ما قلبوش الصفحه بسرعه، بس قلبه بعد اصلاح ما يستدعي الاصلاح، هيبقى الوضع على ما هو عليه، لان دي 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 طبيعه الفرق الكبيره. في حاله وجود اي كبوه او انكسار او وضع مش مظبوط، على طول كل الاشخاص المعنيه في كسر من الثانيه بيكونوا حاطين ايديهم على الاعطال موجوده فين، ويشتغلوا ازاي على حلها، بل وبيحلوها كمان وبسرعه شديده جدا. ومناسبه النادي الاهلي ان هو عنده التكنيك بتاع اقلب الصفحه ده، تعالوا نروح لاول اخبارنا معاكم في حلقتنا النهارده. امبارح كابتن محمود الخطيب اجتمع مع كولر المدير الفني لفريق الكرة
الكرة ومساعده هارالد في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ عشان يناقشوا وعشان كمان يطمئنوا على فترة إعداد الفريق والتجهيز للموسم القادم، وفي نفس الوقت يعني كمان توفير كافة الاحتياجات اللي ممكن الفريق يحتاجها سواء فنيا أو إداريا أو حتى طبيا قبل ما يخوضوا أولى المباريات في دوري الأبطال في ذهاب دور ال 32 أمام الاتحاد المنستيري في تونس يوم 9 أكتوبر الجاري إن شاء الله، اللقاء اللي كلنا منتظرينه بمنتهى الشغف واللي عايزين كلنا نتعامل معاه، مش احنا عايزين لعيبة النادي الأهلي يتعاملوا معاه، إن ده ماتش المصالحة إنجاز التعبير، ده الماتش اللي نرجع تاني فيه لقواعدنا المعتادة. وبداية بقى يعني زي ما بيتقال كده ضربة البداية الجيدة. تاني احنا قلنا كلام ده امبارح، بس دايما لما انت بتبدا حاجه جديده، لما بتبدا موسم جديد، دايما تبقى عايز تبداه صح او عايز تبداه وانت فايز، لان ده بيأثر بشكل كبير جدا على النفسيه، في نفس الوقت الروح المعنويه، في نفس الوقت الاداء بتاعك، خاصه وانت جاي من موسم مش الافضل ابدا ابدا صحيح. وعندك كان مشاكل وعندك شويه حزن كده من قبل الجماهير بتاعتك عايز انت تعوضها، يعني لازم ده بنحطه في الحسبان. فالاهلي والاتحاد المنستيري هتبقى مباراه ممكن تكون كافه الاهلي، ممكن تكون كافه الاهلي هي الرقحة فيها، لكن هي اكيد هتكون مباراه قويه جدا. وتاني قلنا الاتحاد المنستيري مش فريق يعني ضعيف ابدا، هو التاني في الدوري بعد طبعا الترجي، فريق متطور جدا، فريق عنده روح معنويه مرتفعه جدا، عنده تنافسيه شديده جدا، متوقع ان هو هينزل يا كريم من الدقائق الاولى يهاجم بشكل كبير، خصوصا ان مرحله الذهاب عنده على ارضه، فكل ده متوقع. بس احنا نتمنى ان احنا ما نتعادلش، لان بالنسبه لي التعادل مش هيبقى كافي ابدا وهتبقى مخاطره. خلي بالك برضو لو انا رحت اقول ان انا عايزه اتعادل واجي هنا في الاياب اقول لك هعتمد على الاياب، انا بخاطر، احنا مش في مجال ولا في دلوقتي عندنا رفاهيه ابدا المخاطره. نتمنى ان احنا حتى لو نفوز بجول واحد هيفرق معانا، لكن نتمنى الفوز، وان شاء الله في مباراه الاياب كمان نتمنى الفوز بسكور كمان عالي. على كل حال كابتن محمود الخطيب زي ما حضراتكم عارفين، واستكمالا لخبر كريم، هو دايما بيكون حريص ان هو يطمن على كافه الامور المتعلقه طبعا بالموسم الجديد. وزي ما قلنا كمان امبارح شهر اكتوبر يعني عندنا يعني انطلاقه لمنافسات مختلفه، بنتكلم افريقيا والسوبر المصري طبعا، ما ننساهوش الاهلي والزمالك وهذه المباراه المرتقبه لناس كتير بالمناسبه من دلوقتي خلاص حجزت ومسافره في مصر وفي كل انحاء العالم. يعني كنت بقول لحضراتكم الفي اي بي من 25,000 درهم ل 50 التيكت في الفي اي بي هناك وخلصانه، يعني ناس كتير طبعا دي مباراه منتظره. واعتقد خلاص احنا ما عندناش وقت غير يعني ان احنا نركز بجد، ما فيش بقى ابدا ابدا رفاهيه الموسم اللي فات ده. بس خلينا نقول برضو قبل ما نختم هذا الخبر، عايزين نقول لكابتن محمود الخطيب الف سلامه، لان هو هيسافر خلال الايام اللي جايه دي خارج مصر في رحله يعني علاجيه، ترجع بالف سلامه كابتن بيبو، وكلنا بنحبك وكلنا بندعمك، وان شاء الله تكون معانا كده في موسم قوي جدا يفرحك ويفرحنا ويعيد مره ثانيه للاهلي المكانه اللي هو بيعتاد عليها او اللي احنا نعرفها فيه. عادي مش هنتكلم في اللي فات، بس احنا ان شاء الله متحمسين للي جاي كريم، هو ده اللي احنا نستحقه في الاول وفي الاخر. والف سلامه فعلا لكابتن محمود الخطيب، هذه الايقونه الرياضيه والاخلاقيه، اكيد ان شاء الله باذن الرحمن هيسافر وهو مصاحب بدعوات الملايين من محبيه ومن عشاقه ويعود بالف سلامه باذن الرحمن. تعالوا بقى نروح لملف مختلف. اعلن مسؤول اتحاد الريشه الطايره قائمه الدول اللي هتشارك ان شاء الله في بطوله مصر الدوليه المقرر اقامتها خلال الفتره من 13 وحتى 17 من اكتوبر الجاري، هتتلعب الفعاليات في صاله رقم 2 في استاد القاهره، وضمت القائمه 30 دوله بتشارك في هذه البطوله، هم الجزائر، فرنسا، تايلاند، الكونغو، السعوديه، انجلترا، المانيا، نيجيريا، باكستان، مالطا، استونيا، كازاخستان، اذربيجان، موريتشس، بلغاريا، ايطاليا، ماليزيا، المجر، جنوب افريقيا، البحرين، سلوفينيا، اسكتلندا، اليونان، زامبيا، ميانمار، الهند، الاردن، اوغندا، سويس. فاضل ايه في الخريطه؟ فاضل اكيد في حاجه سقطت مني، يعني اكيد في دوله سقطت. كل الحب والتقدير للدوله اللي انا اكيد سقطت اسمها، اصل 30 برضه ده كتير يا ست الكل. صح رايي كده. لا طبعا المهم بطوله كبيره، يعني بطوله كبيره. المهم ان البلد المستضيفه هي مصر، دي برضه النقطه اللي تهمنا.
خلينا نستكمل مع حضراتكم تنظيم هنا العديد من البطولات الدولية في مصر. برضو امبارح هنتكلم على مستوى بقى الجانب هنا التنافسي. امبارح حقق منتخب مصر للجمباز يعني الفني الناشئات الميدالية الذهبية في البطولة العربية للجمباز، وده يعني اكيد اكيد حاجة او اداء رائع جدا وانجاز جميل جدا. البطولة كانت مقامة في الجزائر وتحديدا في وهران، لغاية هتكون لغاية يوم 6 اكتوبر ان شاء الله الجاري، وبيمثل منتخب يعني الناشئات اسماء كتيره جدا لامعه، وقدروا ان هم فعلا يرفعوا اسم مصر. وتاني هنقولها، الرياضه النسائيه يعني رائعه جدا ومتقدمه جدا في الفتره اللي احنا فيها، وادينا بنشوف اهو احنا مش بس بنروح بنفوز بمثلا مركز اول او تاني او تالت، لا احنا بتروح بتفوز بمركز اول ودايما او في معظم الاوقات بالميداليه الذهبيه، فده يعتبر انجاز غير مسبوق في الرياضه المصريه. احنا لم نعتاد على هذا. لو حضراتكم قارنتوا عدد البطولات والميداليات حاليا فيما سبق، وفيما سبق ده مش بعيد قوي بالمناسبه، فيما سبق ده قول مثلا من 8 سنين بالكتير، هتلاقي عدد الميداليات والبطولات والابطال اللي عندنا مختلف تماما، فده شيء اكيد يحترم وشيء لازم ان احنا نديله كريدت يعني. طيب على كل حال كانت دكتور منار معانا امبارح، وهي قالت يا كريم بالفعل ان بدايه من النهارده هيبدا شويه يعني الجو فيه او درجات الحراره فيه انخفاض، وعلى اساس ده ان احنا هنشهد شويه يعني شتاء، شويه شتاء شويه شتاء يعني في الفتره اللي جايه حلوين. لكن هي قالت برضو ان هيكون في ارتفاع في بعض الايام في شهر اكتوبر تحديدا في درجات الحراره، فنتوقع ان مش كده خلاص الدنيا هتظبط وهنبتدي نلبس شتوي خلال مثلا اسبوع او اثنين، لا هيعيد او هيعاد تاني موضوع ارتفاع درجات الحراره. على كل حال احنا اتكلمنا في ده كتير، تغيير المناخ امر اصبح يعني تبعاته اعتقد على الارض بانت او بتبتدي ان هي تبان بشكل كبير جدا، وتاثيرها يعني احنا اتكلمنا في الملف ده بقالنا، او الناس بتتكلم في الملف ده بقالها سنين، بتقول خلال 4-5 سنين هتبدا يبقى فيه ظهور شويه و الى اخره. بالفعل احنا شايفين ده على ارض الواقع، يعني انت عمرك وتاني هنرجع نقول ده، بس ده ان هو امر ملحوظ يا كريم. احنا عمرنا ما كنا شهر 10 بنلبس صيفي، مش طبيعي ابدا. امبارح درجه الحراره 40، مش طبيعي. الناس كانت اعرف ناس صحابي والله عملوا يعني اللي راح البيسين ولا كان عامل باربيكيو وبتاع، اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا دي شله مرفهه جدا، ايه الناس دي؟ يعني خلاص الصيف لسه بالنسبه لهم مكمل، يعني ازاي كده؟ فلا يا ريت تبعات تغير المناخ بتوقف بس عن فكره الحراره. احنا بنشهد او العالم كله الحقيقه بيشهد كوارث طبيعيه غير طبعاً مسبوقه. ربنا يسلم ان شاء الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل. اخبار النادي الاهلي بنكون حريصين انا وكريم دايما في البرنامج ان احنا نطلع حضراتكم عليها، وايه الجديد في الفرق كمان والانشطه المختلفه. هنروح لمقر النادي في الجزيره، وهناك هتكون سالة حامد موجوده عشان تقول لنا ايه الجديد. يا سالة بونجور، اتفضلي سامعينك. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن زي ما قلت يا نهاوند يعني حاليا احنا كلنا متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وكالعاده خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني السويسري مستر مارسيل كولر. ويمكن بعد ما ادى يعني اللاعبين وجميع لاعبي النادي الاهلي في الفريق الاول لكره قدم راحه سلبيه لمده يومين، قرر النهارده الفريق يرجع ويستأنف تدريباته مره اخرى على ملعب مختار الليتيتش، ولكن في الفتره الصباحيه التدريب يعني حاليا لسه شغال على ملعب مختار الليتيتش. التدريب بدا يعني في تمام الساعه 9 صباحا، ويمكن كمان قبل التدريب يعني مستر مارسيل كولر اجتمع مع جميع لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للحديث عن الفتره القادمه وطبعا اهميتها واهميه انه الفريق يبتدي الموسم الجديد بالفوز يعني في اول مباراه ليه في بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون يعني مع نادي الاتحاد المنستيري في تونس، الاتحاد المنستيري التونسي، واللي هتقام ان شاء الله يوم 9 من شهر الجاري شهر اكتوبر في تونس في تمام الساعة 4 عصرا. يمكن يتكلم معهم عن أهمية المباراة وأنه يجب يعني الفوز فيها، وكمان في مباراة الإياب اللي هتقام يعني يوم 15 من الشهر الجاري، ولكن هتكون هنا في القاهرة في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. كمان اتكلم معهم يعني عن أهمية الفترة القادمة ومباراة السوبر ومباراة الدوري، فاتكلم معهم في كل الأمور يعني عن الفترة القادمة. وكمان يعني بعد كده بدأ اللاعبين التدريب بشكل طبيعي، تدريبات بالكرة وكمان بعض الفقرات المخصصة ليهم. يمكن كمان المران يعني شهد ظهور اللاعب بيرسي تاو
محترف النادي الاهلي، ولكن ظهر يعني نهاوندو كريم في المران وهو يعني بيخوض بعض التدريبات الخاصه ببرنامج التاهيل المخصص له، وكمان يعني اكتفى بالجري حول الملعب. يمكن كمان يعني كل التدريبات دي ويعني البرنامج التاهيلي اللي محطوط له كان يعني بيعمله النهارده تحت اشراف الكابتن طارق عبد العزيز يعني اخصائي التاهيل، وكمان اكتفى ببعض التدريبات في الجيم. ولكن خليني اقول لكم ان بنسبه كبيره بيرسي تاو هيكون خارج حسابات مستر مارسيل كولر في مباراه الذهاب امام النادي الاتحاد المنستيري التونسي، وكمان يعني بنسبه كبيره مش هيكون متواجد في مباراه الاياب نظرا يعني يعني صعوبه التحاقه بالمباراه. ممكن كمان ده ان شاء الله يعني هيتحدد على حسب مدى استجابته للعلاج. ويمكن كمان مستر مارسيل كولر يعني قرر ان هو يغيب عن مباراه الذهاب يعني عشان عايز يريحه، وكمان منعا يعني لحدوث اصابه مره اخرى وتجديد الاصابه، فقرر ان هو يريحه عشان يتعافى بشكل كامل. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، خليني بقى اروح لقطاع الناشئين وفريق النادي الاهلي مواليد 2001 تحت قياده الكابتن شريف عبد الفضيل. امبارح افتتحوا مشوارهم كريم نهاوند في الموسم الجديد وفي بطوله الدوري الجمهوريه للشباب. يمكن بداوا يعني الموسم امبارح بفوز على نادي فيوتشر بخماسيه نظيفه في المباراه اللي اقيمت في تمام الساعه 3 عصرا يعني على ملاعب الكره في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. ويمكن يعني كمان فريق مواليد 2006 النهارده ده عندهم اول مباراه في بطوله الدوري، وهيفتتحوا مشوارهم في بطوله الدوري مع نادي المصري في المباراه اللي هتقام ان شاء الله في مدينه السويس. يمكن خليني اقول لكم انه النادي الاهلي مواليد 2001 و2006 هم ابطال الموسم الماضي وابطال الدوري سواء 2001 او 2006، فيعني طبعا بياملوا وطبعا هدفهم الفتره القادمه هو الحفاظ يعني على ده، وان هم يفوزوا ببطوله الدوري الفتره القادمه للمره الثانيه على التوالي. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى. والفريق الاول لكره السله رجال تحت قياده المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ابوش النهارده ان شاء الله يا كريم نهاوند هيكونوا متواجدين بعد الظهر في المطار عشان هيسافروا الساعه 3 لدوله الكويت للمنافسه في البطوله العربيه في نسختها ال 34 واللي هتقام ان شاء الله في الكويت. يمكن النادي الاهلي يعتبر او يقع في المجموعه الثانيه معاه ثلاث فرق وهم الرياضي اللبناني وميناء اليمني والغرافه القطري. يمكن النهارده ان شاء الله هيسافروا الساعه 3 وهيوصلوا تقريبا يعني الساعه 6 ونص في الكويت، وهيبداوا المباريات والمنافسات يوم 5 حتى يوم 15 اكتوبر من الشهر الجاري. ويمكن زي ما انا قلت لكم امبارح يعني مستر اجاستي بوش اعتمد على 14 لاعب في القائمه هياخدهم معاه لتونس كمان عفوا الكويت، وكمان يعني هيكون رئيس البعثه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي بعد ما كلفه كابتن محمود الخطيب ان هو يكون رئيس البعثه، وده كان من ضمن قرارات مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره الماضيه. ويمكن ده اخر اجتماع كان من ضمن قراراته دي انه يكون متواجد الاستاذ طارق انديل مع بعثه فريق النادي الاهلي. كمان كرة اليد رجال تحت قيادة المدير الفني دانيال جوردو الأسباني، يمكن النهاردة كمان إن شاء الله عندهم مباراة وتالت مباراة في بطولة أفريقيا، وهتكون مع نادي كينشاسا ده هيكون نادي الفريق أو الفريق الكونغولي. النهاردة المباراة دي هتقام في تمام الساعة 6 مساء على صالة نابل في تونس، وبكرة هيكون في راحة من المباريات، وبعد كده يوم الأربعاء إن شاء الله هتكون مباراتهم مع نادي الترجي الساعة 2 الظهر على صالة حمامات في تونس. ويمكن امبارح كان عندهم كمان مباراه مع نادي وفاق عين التوته، ويمكن خلصت المباراه لصالح النادي الاهلي بنتيجه 36-17. ده بالنسبه للفريق الاول لكره اليد الرجال ومشوارهم طبعا في بطوله افريقيا في تونس. يمكن طبعا يا كريم نهاوند دي كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. اكيد انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى استوديو كلمه ليك طبعا يا نهاوند تفضل. انا ليا يعني استفسار صغير جدا خاص بحاله الطقس عندك، لان المفروض النهارده زي ما احنا عارفين الحاله يعني او حاله الطقس افضل شويه، فاكد لنا المعلومه دي دلوقتي يا سالا، وقول لنا برده توافد الاعضاء واخباره ايه الحاله المروريه، وبرده لو انت تقدري تقول لنا حتى بمحيط النادي اتفضلي. هي مش سامعانا؟ غالبا كده شكلها مش سامعانا. طيب تمام، مشكورك جدا يا سلام، مفيش مشكلة. طيب ده بالنسبة لأخبار النادي الأهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة. طيب بالنسبة بقى للصحافة الرياضية، إيه الأخبار؟ ده اللي هنعرفه حالا من الزميلة العزيزة نورهان طمان اللي موجودة معانا دلوقتي عشان تطلعنا على آخر الأخبار والمستجدات، وهي موجودة في مقر جريدة الشروق. يا صباح الفل عليكي، اتفضلي.
يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر جريدة الشروق، نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. يمكن أول خبر معانا النهاردة من موقع وجريدة الشروق، الخطيب يناقش مع لجنة التخطيط ترتيبات قطاع الكرة للموسم الجديد. عقد كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتماع مطول مع لجنة التخطيط برئاسة كابتن محسن صالح، وللوقوف ومناقشة كافة الأمور الفنية يعني يمكن والإدارية لقطاع كرة القدم، وكافة الاحتياجات كمان اللي بيحتاجها قطاع طبعا إلهام داخل النادي الأهلي للموسم الجديد. تاني خبر معانا والألعاب الأخرى، الأهلي من اليوم السابع طبعا الأهلي مع جي أس كي الكونغولي والزمالك أمام فاب الكاميروني ببطولة أفريقيا لليد. يخوض فريقي الأهلي والزمالك اليوم ثالث مواجهتهم في البطولة الإفريقية اللي بتستضيفها تونس حتى 9 أكتوبر الجاري. النهاردة إن شاء الله نادي الأهلي هيواجه زي ما قلنا جي أس كي الكونغولي في 6 مساء، بينما نادي الزمالك هيواجه فاب الكاميروني في 8 مساء. ونروح بقى للأخبار العالمية ومن موقع يلا كورة، ليلة عودة بنزيما، ريال مدريد يسقط في التعادل أمام أوساسونا بالليجا ويمنح الصدارة لبرشلونة. خطف أوساسونا طبعا تعادل ثمين أمام ريال مدريد طبعا بقيادة كارلو أنشلوتي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق في ليلة عودة كريم بنزيما مرة أخرى للتشكيل الأساسي للفريق بعد طبعا إعلان إصابته. بهذا التعادل تصدر برشلونة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني ب 19 نقطة، وأوساسونا يحتل المركز يعني يمتلك 13 نقطة محتلا المركز السادس. أما على صعيد الدوري الإيطالي فمن الرياضية السعودية، أتلانتا يلحق بنابولي ويوفنتوس يعود للانتصارات. يمكن يعني نتائج الفرق مش متوقع طول الوقت انها تكون هي المتصدره لجدول الدوري الايطالي، ولكن هي المتصدره المشهد في الفتره الحاليه. اتلانتا ونابولي بيتصدروا جدول الدوري الايطالي برصيد 20 نقطه بعد في الجوله طبعا زي ما قلنا لكم الجوله الثامنه. اما يوفنتوس فيعود مره اخرى للانتصارات بفوز كبير على بولونيا بثلاث اهداف دون رد. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. كل الشكر ليك زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية المتميزة، شكرا جزيلا. نورهان بقالها فترة على فكرة مش بتطلع معنا في الصحافة الرياضية، بس هي دايما متميزة، وصباح الخير بتاعتها دي ناس كانت بتنزلها ترند اللي هي صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان. طبعا يعني معانا كانت من بداية البرنامج ده صحيح. اصلا الحمد لله على سلامتها لان هي كانت تعبانة كمان في الفترة اللي فاتت، وعايزة اقول لسالة مبروك على التخرج كمان زميلتنا العزيزة اللي كانت معايا. احنا زملاء كلهم احداث ما شاء الله، في حلو ووحش يا رب دايما حلو يا رب ان شاء الله. هنروح لتقرير كابتن فوكس ونشوف ايه الجديد، طبعا هو مدير جيم الرجال في النادي الاهلي، وايه التمرينات الجديده اللي هو محضرها. كان نروح فاصل ونرجع عشان نبدا اولى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جميع النادي الاهلي العظام، صباح الخير واحلى صباح يا رب لجميع اعضاء النادي الاهلي بكل فروعه. وان شاء الله باذن الله انا مبسوط جدا ان انا ابقى معاكم دايما كده مع كريم ونهوان، ان انا دايما ببقى او بدعي ربنا اكون اشاره امل لكل الناس اللي بتتفرج عليا، واساعد ان انا اساهم في صحه الناس ان انا تبقى دايما للاحسن، ودايما يا رب كده يمتعنا بالصحه والسلامه. النهارده جايين نتكلم في موضوع مهم جدا برضو، ان انا بنسبه العام الدراسي الجديد ممكن الاب او ام مش هيبقى فاضي او ما عندوش وقت زي طبعا فصل الصيف ان هو ينزل يروح الجيم او الكلام ده، فبالتالي احنا قلنا نبدا نعمل تمارين في البيت لو عندي دمبل صغير او حتى عندي ازازتين ميه، ان انا ابدا حتى احافظ على الفورمال بتاعتي ان انا ما يبداش تنزل او الدنيا تبوظ معايا او الكلام ده، بالعكس انا ببدا احافظ على اللي انا وصلت له على قدر امكان حتى لحد ما انزل ابدا انزل جيم تاعي. تعالوا نشوف ايه التمارين المهمه جدا اللي ما ينفعش لا غنى عنها اللي لازم اعملها في البيت، لان هي بتساعد على ثبات الكثافه العضلات بتاعتي، دي اول حاجه. تاني حاجه بتعمل على زياده معدل هرمون التستوستيرون، فبما ان طبعا هرمون التستوستيرون لو زاد عندي بالتالي ده بيحافظ على ان انا بعمل انكريز او زياده لكثافه العضلات، وبالتالي ان انا اثبت على الوزن اللي انا وصلت له او الفورم اللي انا وصلت لها على الاقل ان انا ما انزلش عنها. تعالوا نشوف ايه العضلات دي. بص، اول تمرين هيبقى طبعا من تحت لفوق العضلات،
اول تمرين تمرين سكوات ببدا طبعا اول حاجه ان انا بقف رجليا وساعات بمستوى كتفي ولا اوسع ولا اضيق وبستخدم الويت انه كتقل مقاومه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. أهم حاجة وأنا نازل ركبتي ما تسبقش القدم بتاعتي. طب إزاي يا كابتن إن أنا الجلوتس أو الهانش بتاعتي ترجع لورا أكبر قدر عشان خاطر تبقى ركبتي نفس مستوى رجلي. أوكي عملنا السكوات. إيه تاني تمرين وأنا واقف؟ تمرين الشولدر بريس. تمرين الشولدر بريس من التمارين المهمة جدا اللي بتعمل على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم. نبدا برضو الوقفه تحت صح تكون، لان يا جماعه اي حد بيلعب وهو واقف لازم في عوامل مهمه جدا ان انا امن وسلامه لجسمي. اول حاجه يكون القدمين بمستوى كتفي، ركبتي متنيه شويه سنه مش مفروده، ما تعملش بلوك لا، بطني مشدوده، ظهري مفرود، باص قدامي وابدا اشتغل. جو. واحد اثنين ثلاثه اربعه، نفس طبعا شغال، خمسه سته سبعة تمانية تسعة عشر. التمرين ده ممكن يعمله ثلاث مجموعات في 20 عد. طيب التمرين الثالث اللي معانا تمرين الارم كير اللي هو بتاع البايسبس بالبار او بالدمبل، برضه رجليها متنية شوية، رجليها بمستوى كتفي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. طيب التمرين اللي بعده برضو رجليا بمستوى كتفي، تانية شوية، وظهري مفرود وصدري مفتوح قدامي. ده تمرين الديد ليفت، بيشتغل على عضلة القطنية وبيفرد الظهر. الناس اللي عندها مشاكل ان الحتة دي بتوجعهم منطقة القطنية، التمرين ده مهم جدا ان بيشغل منطقة القطنية والهامسترينج اللي هي العضلة الخلفية للرجل. تلاتة أربعة، لازم جسمي وانا طالع مشدود. ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. طيب التمرين الأخير اللي معانا تمرين الشيست بريس اللي هو عضلة الصدر. رجلي تبقى متنية، رجلي برضه مفتوحة بمستوى كتفي وأبدأ أشتغل. واحد اتنين، كوعي يلمس الأرض ويطلع على طول. تلاتة، والدمبل بيبقى فوق صدري مش فوق وشي. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وبكده احنا النهارده خلصنا معظم التمارين بتاعتنا او اهم التمارين اللي بتعمل على شد الجسم وبتعلي معدل هرمون التستوستيرون في الجسم، فبالتالي بحافظ على كثافه العضلات بتاعتي. وبكده يبقى احنا وصلنا للنتيجه المطلوبه في فتره المدارس اللي انا كاب او ام مش قادر انزل اروح الجيم زي فصل الصيف. يا رب يكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله مستنيين ارائكم في حلقات تانيه جديده جايه، وان شاء الله الحلقه الجايه جديده هتبقى معاكم مع كابتن محمد فوكس النادي الاهلي. مع الف سلامه. زي ما اتكلمنا ونوهنا في بدايه الحلقه، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن بقى الكره العالميه، وتحديدا لو هنقول عن الدوري الانجليزي المشتعل حرفيا زي ما بتقال كده، وكل الملفات كمان في اوروبا. خلينا نرحب بس في البدايه بصاحبه هذا الملف الصحفيه منى عمر الناقده الرياضيه. بونجور، نورانا. بونجور عليك يا نهاوند، وصباح الخير عليك يا كريمه. مبسوطه ان انا معاكم. اشمعنى انا عربي يعني؟ بونجور. ما ياكلش معايا بونجور يبقى زيها البنات كده. مشيها بونجور. بونجور يا كريم. كله تمام؟ اه الحمد لله. سعداء بحضرتك معانا عادة، وزي ما نهاوند بتقول لك احنا هيبقى في ستريس اكبر شويه في لقائنا بيك النهارده على الدوري الانجليزي نظرا لاشتعاله فعلا. وتعالي نبتدي بماتش امبارح، هذا اللقاء الناري، ونبتدي تحديدا بهالاند. والسؤال هو بني ادم زينا عادي ولا خارق للطبيعه ولا ايه؟ لا هو مش بني ادم عادي زينا، مش لعيب كره عادي، دي حقيقه. هالاند من قبل ما يبقى في الدوري الانجليزي كمان، من فتره بروسيا دورتموند مع في الدوري الالماني، كان خارق. اهداف غير طبيعيه، ارتقاء غير طبيعي، اشياء يعني اشياء بيعملها اللي هو انت بتتفرج عليها بنفتح عينينا وبقنا، يعني بنبقى مذهولين جدا من الاداء اللي هو بيقدمه، من الاهداف الرائعه اللي هو بيسجلها. انتقاله لسيتي انا شايفه انه كان في التوقيت المناسب جدا 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 ليه وللفريق.
أكيد. بلا شك اختار الوقت المناسب بنسبة كبيرة جدا، اختار الفريق المناسب اللي يقدر انه يثبت او مش يثبت يأكد فيه على موهبته. البعض شكك في البداية على الرغم من الأداء المذهل اللي احنا بنشوفه من هالاند دلوقتي، إلا ان البعض شكك اصلا في الصفقة من البداية، وخصوصا في مباراة الدرع الخيرية قدام ليفربول اللي كانت قبل انطلاقة الموسم. المباراة دي الناس لو تفتكر معانا كان في فرصة سهلة جدا جدا جدا، مش هقول قدام هالاند بقى، قدام اي لاعب، ان هو كان يسجل هدف. المرمى تقريبا كان خالي، هالاند اتصرف في الكرة بشكل مش صح، بالتالي ما قدرش ان هو يسجل الهدف. بعدها الناس سخرت جدا جدا من هالاند، البعض قال ان هو صفقه مش هتبقى ناجحه في الدوري الانجليزي، البعض كان بيقول له فرق الدوري الانجليزي مش زي فرق الدوري الالماني، قوه الدوري الانجليزي مش زي قوه الدوري الالماني، الا انه في فتره بشكل عملي بالظبط كده وفي وقت قصير، ما خدش مثلا ما قلناش في موسم، لا ده في وقت قصير جدا. هالاند مسجل 14 هدف في 8 مباريات، حاجه غير مسبوقه بالظبط في 8 مباريات. ولو جينا نشوف قائمة أسرع لعيبة سجلت 3 هاتريك في متتاليين لا مش متتاليين عموما 3 هاتريك في الدوري الانجليزي، طبعا هالاند في الصدارة خلال 8 مباريات. لما نيجي نشوف اللاعب اللي بعده هنلاقيه مايكل اوين، متخيل مثلا سجلهم في كام مباراة؟ 48 مباراة. فالجاب كبيرة جدا جدا جدا. لما نيجي نشوف مثلا لاعب زي لويس سواريز اللي الكل اجمع انه من افضل فتراته في مشواره الكروي لما كان مع ليفربول، سجل 3 هاتريك في كام مباراة؟ 71 مباراة. رونالدو نفسه في بريمير ليج، كريستيانو رونالدو طبعا في بريمير ليج، سجل 3 هاتريك في 232 مباراة. يا خبر ابيض. فيعني احنا بنتكلم في ان هالاند ده احنا يعني لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو من مواليد 2000 بالمناسبة، صغير 22 سنة يعني مش كبير قوي. ايه؟ 22 سنة. من مواليد 2000 بالظبط. بس عندي نقطة، لان برضو اتكتب عن هالاند ان طبعا بلغه الارقام وده نجم صاعد وبينتظر تاريخ كبير وهيكتب من جديد وغير مسبوق والكلام ده كله، بس اتكلموا عليه فنيا شويه، قال لك هالاند مش اللاعب المهاري على الملعب، هو لاعب شاطر ولاعب ذكي ولاعب بيستغل الفرص ولاعب بيحرز اهداف، ولكن ليس على النقاط المهاري زي ما تقارنيه باسماء كبيره زي ميسي وكريستيانو وابراهيموفيتش وغيره. بتتفقي او بتختلفي مع ده؟ لا بختلف جدا. هالاند كسر اصلا فكره كمان انه احنا اعتدنا ان المهاجم اللي بيبقى طويل ما بيبقاش سريع، دي مش هالاند. اهداف براسه. وايه علاقه الطول بالبطء؟ لا في دايما مقارنات كده، تلاقي المهاجم الطويل تلاقيه مش سريع، بيبقى حركته تقيله شويه. اوكي عشان الطول يعني. علشان الطول. مش زي يعني مثلا تيجي تلاقي لاعب قصير تلاقيه بيعرف يخترق، بيبقى سهل، بيبقى خفيف، جسمه خفيف فبيعرف يخترق، على عكس المهاجم اللي بيبقى طويل. دي مش موجوده عند هالاند، بالعكس هالاند احنا الاهداف اللي احنا بنشوفها احنا عايزين مهاره ايه اكتر من كده؟ رأسيات تمام، كل حته فيه، يصدر كعب تلاقي جول، يصدر ركبه تلاقي جول، يعني مش طبيعي بالظبط. فانا يعني لو 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 البعض شايف ان هو مثلا ما عندوش المهاره زي ميسي او كريستيانو، طب انا في النتيجه بتاعتي ايه؟ المحصله النهائيه يعني، بس المحصله النهائيه هي برضو وجهه النظر اللي بتتكلم عنها نهواند، يمكن عشان هو برضو ما لحقناش نشوف منه مهارات، احنا بنشوف منه فينيشنج، بنشوف منه تخليص ايا كان الوضعيه اللي هو عليها وايا كان الكوره جايه له من اي زاويه، هو عنده الفينيشنج لا غبار عليه. لكن قد يكون فعلا احنا شفنا من ميسي قبل كده ومن رونالدو يعني مئات المرات، لا كوره حلوه، بنشوف ترقيصات وبنشوف تمريرات وبنشوف حاجات، هالاند بنشوف اجوال على طول. وبالمناسبه يعني انا عايز اعرف منك رؤيتك ليه طبقا للتالق الحالي لهالاند وطبقا ليه تغيير الوظيفة أو المهمة اللي بقت موكالة لمحمد صلاح، نتج عنها أن في دلوقتي ناس شايفة أن احنا نستعوض ربنا على لقب هداف الدوري الإنجليزي بالنسبة لمحمد صلاح في ضوء اللي حاصل، إلى أي درجة شايفة الكلام ده مظبوط؟ هقول لك بس نقطة على هالاند، لما كنا بنتكلم على أهداف، ما هو كلاعب مهاري، ما أنا أهداف ومش أهداف بس، كمان أنا بعمل أسيستات أو بيساهم في أهداف لزملائه. يعني هو هالاند مثلا مسجل 14، صانع 3، عامل 17 هدف لمانشستر سيتي اللي مسجل 29 أصلا في بريمير ليج، فأنت بتتكلم في أكتر من النص. أيوه طبعا. ف
فلسه كمان يعني كمان احنا لسه في اول 8 مباريات، لسه قدامنا كمان 30 جوله في الدوري الانجليزي. هالاند لو استمر على كده احنا ممكن نشوف لقب هداف الدوري ده مثلا محسوم ب 50 او اكتر من 50 هدف لو استمر على نفس الوتيره. بلس كمان في نقطه مهمه انه هالاند مش هيلعب كاس عالم، فهو اصلا هيبقى عنده الشهر اللي اللعيبه هتبقى فيه في كاس عالم هو هيعمل ريكفري. انا مريح بالظبط، انا قاعد مريح هيرجع لنا حاجه ثانيه بالظبط كده. بالنسبه لنقطه محمد صلاح يا كريم، الوضع السنه دي في ليفربول مختلف تماما، سواء مع محمد صلاح سواء مع الفرقه ككل سواء مع يورجن كلوب نفسه. لما تيجي تبص على ليفربول من بدايه السيزون، يعني هالاند هم يعني حصل لهم دروب بالنسبه يعني في البدايه كده دروب بالنسبه بعض الاصابات، ماتب، ابراهيم كوناتي، تشامبرلين، تياجو الكانترا، غير رحيل ساديو ماني. ولو ان ده مش سبب اوحد، يعني خلينا نقول ده مش سبب اوحد، لان برضه احنا ماني مع ليفربول لسه ما شفناهوش متوهج بنفس التوهج اللي كان فيه مع سوري ماني مع بايرن، ما شفناهوش بنفس التوهج اللي كان فيه مع ليفربول. فالاصابات كانت من ضمن اسباب تراجع اداء ليفربول. المفروض هو مش كده رجع. انا قصدت في بدايه انا قصدت في البدايه خالص. فكان عنده اصابات كتير، بلس انه في لعيبه جديده عندنا، داروين نونيز لاعب صغير ينقصه بعض الخبرات لكنه لاعب مهاري جدا ولاعب جيد جدا جدا، لكن لسه ما فيش تناغم ما بينه وما بين محمد صلاح. دور كمان محمد صلاح ما بقاش زي الخمس سنين اللي كانت قبل كده، انه بنشوفه بيخترق وبيدخل من العمق، لا ما بقاش فيه الكلام اللي كنا بنشوفه قبل كده، وبقى ملتزم اكتر، او يورجن كلوب مديله مهام اكتر على الاطراف وفي الجناح، بالتالي ما بقاش فيه النسبه التهديفيه العاليه لمحمد صلاح اللي احنا معتادين عليها. صلاح دلوقتي هو مسجل هدفين السيزون اللي فات تقريبا، في نفس الجولات كان مسجل 5 اهداف. فالوضع طبعا مختلف جدا، طبعا مع انطلاقه هالاند، ومش هالاند بس، يعني لما نيجي نشوف لترتيب هدافي بريمير ليج لحد دلوقتي، اللي ورا هالاند هاري كين 7 اهداف. هي النص، بس هو ده الريت العادي بالنسبه للهدافين. هالاند هو اللي بالنسبه للبني ادمين فعلا. بس فدي كانت من ضمن اسباب. في نقطه كمان، ان يورجن كلوب التكتيك بتاع الفريق تحس ان هو مختلف شويه، مفيش الضغط على الخصم برضو اللي احنا كنا معتادين عليه وكنا بنشوفه قبل كده. لا، تحس ان كان في مره صحيفه من الصحف في انجلترا تقريبا، كانت ميرور، كانت عامله تقرير عن نسبه الركض او الجري بتاعت اللعيبه في فرق الدوري الانجليزي في الفتره القصيره اللي فاتت، لقوا ان ليفربول لعيبته اقل لعيبه بتجري خلال المباريات. في بعض الخبراء يعني شافوا انه دي نقطه متعمده من يورجن كلوب، انه مش عايز يجهد اللعيبه في بدايه السيزون، خصوصا ان السيزون فيه كاس عالم، فهيبقى المعدل البدني طول السيزون هيبقى اللعيبه هتبقى محتاجه معدل بدني كبير. فدي كانت من ضمن الاسباب. ففي تخبط كتير في ليفربول نتج عنه الوضع بالظبط، وكله جه مع بعض، يعني اصابات، اختلاف مهام لمحمد صلاح، لعيبه جديده، تغيير خطه، تغيير تكتيك، فكل ده نتج عنه ان ليفربول لحد دلوقتي في المركز التاسع مع 10 نقط، ودي غير مسبوقه. غير مسبوقه مركز تاسع، دي غير مسبوقه حاجه. بصي، على كل حال احنا صعب ان احنا نتكهن دلوقتي ابدا، يعني ناس تقول لك ما هو ارسنال في المقدمه والسيتي دلوقتي بينافس بشكل غير مسبوق برضو، فاحنا متوقعين ان السيتي هيعدي ارسنال، يعني لسه انت زي ما قلت لسه في بتاع 30 كمان جوله، فيعني او مباراه، فلسه ما نقدرش نحسم لسه بدري أبداً. او معاكي صح، كلامك بس صح ومظبوط، بس يعني الاوضاع دلوقتي، هل لو قارناها بالسيزون اللي فات، الموسم اللي فات، بتشوفي ان التنافس الى حد ما بقتش زي الموسم اللي فات؟ يعني الموسم اللي فات كان فيه تنافسيه اكتر، كانت الارقام قريبه شويه من بعدها، الاداء للنوادي قريبه، لكن السنه دي او السيزون ده لا، انت شفتي طفره كبيره قوي لمثلا مانشستر سيتي، وفي تراجع شديد جدا لبرضو اسماء لانديه كبيره. هي الفكره في اختلاف الاسماء، احنا مش معتادين مثلا ان انا الاقي برايتون في المركز الرابع طبعا بعد 8 جولات مثلا، مش معتادين ان انا الاقي ارسنال اصلا في الصداره بالظبط،
فهي اختلاف فرق، اختلاف اسماء، انما التنافسيه في الدوري الانجليزي لا خلاف بالظبط، لا خلاف عليها. السيزون ده مثلا هتلاقي المنافسه ما بين مثلا مانشستر سيتي وارسنال لحد الان، محدش عارف بعد كده ممكن يحصل ايه، هل اصلا النسق بتاع ارسنال هيفضل عليه يعني هيفضل على نفس الوتيره ولا هيقع، خصوصا ان هو يعتبر لسه ما لعبش مباريات قويه جدا. لما لعب مع يونايتد وقع قدام يونايتد، كسب توتنهام بس لسه قدامه سيتي، لسه قدامه ليفربول، لسه قدامه انديه تشيلسي، لسه قدامه كذا فرق ممكن يتعثر قدامها يعني. لكن في المنافسه دلوقتي ما بين ارسنال وما بين مانشستر سيتي، بس عندنا توتنهام مقدم برضو مع كونتي موسم او المباريات اللي قدمها في بدايه الموسم لحد دلوقتي مباريات جيدة جدا. لو استمر برضو على نفس النسق على نفس الوتيرة، لا هنلاقي توتنهام ممكن توتنهام نلاقيه في المركز الثالث. انت كده كده اعتقد طبعا مع المان سيتي، لان انا عارفة عشقك لجوارديولا ده حاجة مفروغة منها. بس بمناسبة بقى جوارديولا، يعني تصريحاته انا وكريم قريناها في يعني في الانترو معنا، تصريحات غريبة. يعني انت عامل انجاز على الارض غير مسبوق، وجاي بيتكلم ان احنا لم نكن سوى جيدين، احنا الاداء الكمال غير موجود، ده احنا بنبقى عاملين ربع الكلام ده ونطلع نقول يخرب الدنيا كلام. فلا في يعني بتشوفي تصريحاته ازاي بعد المباراة؟ مش غريبة شوية؟ هو ده العادي بتاع جوارديولا. هو ده العادي بتاع جوارديولا. حتى مثلا لو في الهزيمة، لو هو مثلا مغلوب حاسس بظلم، تلاقي يعترف اكتر. لكن دايما بتلاقي انه تصريحاته متوازنه جدا، دايما بيشوف لعيبته، حتى لو كان لاعب سيء جدا لازم ما بيطلعش يقول اللاعب مثلا هو السيء او هو كان اسوا لاعب في المباراه او هو اللي يتحمل، لا لازم بيعمل البالانس ده عشان حتى ما يفقدش ثقه اللاعب في نفسه. لا انا كان لفت نظري بقى، مش عارفه تابعته التصريح ده ولا لا، اللي كان قبل المباراه كان بيسالوه على قلت ايه الهالاند قبل مباراه الديربي، علشان ده اول ديربي ليه يعني في مسيرته، فقال له انا ما قلتلوش اي حاجه غير ان قلت له لو سمحت سجل 5 اهداف. غير ايه؟ لو سمحت سجل 5 اهداف. طيب اقول لك على حاجه، هنشوف الموضوع ده. لا بصي يعني فعلا نجم بيولد في عالم كرة القدم. فعلا هالاند اعتقد بدايته تفرق كمان بشكل كبير جدا عن بدايات نجوم سبقوه، يعني البداية اقوى، مش هنقول اقوى، من البدايات القوية جدا. على كل حال خلينا بس نروح فاصل سريع ونرجع. أوكي. لسه حديثنا اكيد مستمر مع الاستاذة منى عمر، خليكم معانا. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذة منى اللي منورانا في حلقتنا النهارده في اول فقراتنا الحواريه، وبنتكلم معاها طبعا عن الدوري الانجليزي، ويمكن الجزء الاكبر من كلامنا بطبيعه الحال لان الموضوع ده كان فارض نفسه، بنتكلم اكتر كمان عن ماتش امبارح واللي من ضمن اللقطات اللي ناس كتير شافتها في لقاء الامس ووقفت عندها نظره الانكسار والحزن اللي كانت مرسومه على وش كريستيانو رونالدو وهو قاعد بيتابع المباراه من الخارج. عدم مشاركه كريستيانو رونالدو كانت في لقاء زي اللي شفناه امبارح، ده كان من حسن حظه، من زاويه معينه لرؤيه الامور كويس انه ما كانش بيشارك، ولا من سوء حظ فريقه؟ انا شايفه ان هو من حسن حظه. ليه؟ تعالي نفصل. من حسن حظ رونالدو فعلا ان هو ما شاركش في مباراه زي دي. تاريخ رونالدو ما كانتش خطوه موفقه خالص لكريستيانو رونالدو ان هو يرجع مانشستر يونايتد، دي حقيقه خالص. اتاكدت في ماتش امبارح ده. دي حقيقه اتاكدت، واتاكدت كمان اكتر لما مانشستر يونايتد السيزون اللي فات ما قدرش يحجز له مكان في دوري ابطال اوروبا، ورونالدو كان بيسعى جاهدا هو ووكيله انه يخرج من مانشستر يونايتد ويروح فريق يقدر يشارك معاه في دوري ابطال اوروبا، عشان هو مش عايز يشارك في الدوري الاوروبي. ما نجحش برضه، ده غريبه جدا. يعني هل عشان كبر السن او غيره؟ طب ما عندنا ابراهيموفيتش 42 سنه ولسه مكمل متالق على فكره. كبر السن والراتب يا نهوان. الراتب. طب ما هو دلوقتي موجود مع مانشستر يونايتد وقاعد على دكه البدلاء، اللي هي الحاجه غير مالوفه لكريستيانو رونالدو. دي حاجه غير يعني ما ينفعش اصلا تحصل مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، مش بتاريخ رونالدو خالص ان هو يقعد على يعني دكه البدلاء. يعني ممكن يفرق استكمالا لسؤال كريم، هل هو نقدر نقول لا ده كده حفاظا على مثلا تاريخه؟ ليه؟ طب ما كان ممكن يكون وجوده بالعكس يفرق بشكل كبير.
طيب وجوده كان هيفرق بشكل كبير، كان هيبدا مثلا على حساب مين؟ هو بالنسبه لإيريك تنهاج هو ليه لعيبه معينه هم دول الاساس بتاعه، بيبني عليهم كريستيانو مش منهم، بيبني عليهم التشكيل. لا كريستيانو مش دي حقيقه كريستيانو مش يا كريم. هو إيريك تنهاج حتى امبارح لحفظ ماء وجه رونالدو طلع بعد فعلا المباراه لما اتسال انت ليه ما بداتش بكريستيانو رونالدو او دفعت بيه حتى خلال المباراه، قال حفاظا على تاريخه. التصريح اصلا كان مثير جدا، اقرار بالهوان مش مجرد بالهزيمه، كون ان هو بيحاجي عليه عشان تاريخه وكانه عايز يقول كويس انه ما شاركش في المهزله اللي حصلت، ما ده اقرار بالهوان. ما هو معترف طبعا، هزيمه 6 جوان 6 اهداف، الماتش كان 6-1 يعني، الماتش لحد الدقيقه حاجه و80 كان 6-1، بعد كده هدف، بعد كده ضربه جزاء بقى 6-3 في الدقيقه 90 يعني خلاص قبل نهايه المباراه، المباراه كانت منتهيه اصلا من الشوط الاول 4-0، فالمباراه خلاص كانت منتهيه تماما يعني. لعيبه مانشستر سيتي كانت بتعمل اللي هي عايزاه، هم كان وقت ما بيحبوا يجيبوا هدف كانوا بيجيبوا هدف، دي حقيقه، وقت ما كانوا بيحبوا يلا جول بالظبط، وقت ما كانوا بيحبوا يضغطوا وهم كانوا ضاغطين طول المباراه، بس وقت كانوا ما يحبوا ياخدوا قرار انه هنجيب هدف خلاص احنا بنضغط هنجيب هدف، ده غير الهجمات اللي ضاعت يعني، الست الاهداف دول محققه، كان في مثلا هدفين ثلاثه كمان كانوا محققين ولم يسجلوا. فمباراه لا مباراه كانت تاريخيه، وفعلا دي لا كان من حسن حظ كريستيانو رونالدو ان هو مش ما شاركش في المباراه، واتوقع بنسبه كبيره ان في الشتاء رونالدو هيخرج من يونايتد بنسبه كبيره، لو فضل متوجها الى لا متوجها الى دي بقى صعبه قوي، لان متوجها الى دي ما كان ممكن تبقى في الصيف، كان ممكن حسب وقت الميركاتو بالظبط، فكان ما كانش فيه يعني. وفعلا واتقال ان وكيله تواصل مع العديد من الانديه، كانت من ضمنهم كمان حتى اتلتيكو مدريد. انت متخيل ان جت لحظه على رونالدو ان المدربين لا بيرفضوا انه ما ينفعش رونالدو يبقى عندي في الفريق؟ خلينا نرجع نقول يا زبل اللي كنا لسه بنقولها من شويه، غرفه الملابس لو هي مش محكمه، لو المدرب مش حاكمها 100% مش هتستحمل لاعب بحجم كريستيانو رونالدو، لان رونالدو قائد. فلو القائد اصلا بتاع اللي موجود في الفريق مش هيتحمل وجود قائد بحجم رونالدو، اللعيبه مش هتتحمل قائد بحجم رونالدو، يبقى كده الفريق كله ضاع. هو يمكن ده اللي حاصل شويه في باريس سان جيرمان، كم النجوم الموجودين برده كانت بدايه برده غير موفقه مع كل الاسماء اللي هي انضمت لباريس سان جيرمان، ما شفناش الاداء بتاعهم على الارض مترجم في اللعب يعني او في الاداء. على كل حال الوقت بيجري خلاص تقريبا فاضل اقل من دقيقه، بس لو هنروح سريعا ونختم بالدوري الاسباني ونتكلم عن برده يعني البارسا والريال، بتتوقع ايه سريعا جدا استاذه منى؟ تعثر ريال مدريد امبارح بالتعادل خلى الكفه دلوقتي هما بينه وما بين برشلونه، هما متعادلين في كل حاجة. لعبوا 7 كسبوا كل المباريات، اتعادلوا مباراة ونفس عدد النقط. فالدوري الاسباني السنه دي على الرغم ان برشلونه مش احسن مستوياته، بس على الطريق الصحيح، تشافي عامل معاه اداء رائع، استقرار، الامور اعتقد ماشيه بطريقه يعني ان شاء الله على مسار صحيح، على مسار صحيح باذن الله يعني. فاعتقد الدوري الاسباني لا هنشوف منافسه تاني برشلونه مع 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 ريال مدريد، الامور مش هتبقى محسومه بدري زي اللي كان بالظبط زي اللي حصل قبل كده. نورتينا يا استاذه منى والله، شكرا لك جزيل الشكر على معانا، ونشوفك ان شاء الله على خير قريب جدا. وخلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا في كل مكان ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه اللي هتنورنا فيها دكتوره ايمان المركزي، خليكم معانا. عوده ل10 الصبح في الاهلي، بنجدد التحيه والترحيب بكل حضراتكم مره تانية. وفي الفقره دي هنتكلم عن حاجه انا شخصيا ما كنتش اسمع عنها قبل كده، بل وعمري ما تخيلت ان في اصلا رابط ما بينهم، فكرة السمنة والمعاناة من السمنة وخصوصا لو كانت سمنة مفرطة، وبين أو العلاقة بينها وبين الجلطات الدماغية أو السكتة الدماغية، اللي بالمناسبة أكيد هنحب نعرف تفاصيلها لحضراتكم من خلال هذه الفقرة، وطبعا من خلال وجود دكتورة إيمان المراكبي اللي بتنورنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل عليك. يا صباح الفل، وصباح الفل على حضرتك وعلى كل مشاهدينا، وكل سنة وحضرتك طيب. الله يخليك، ربنا يخليك وأنت طيب. السوشيال ميديا، أنا عرفت بالسوشيال ميديا يعني، كل الصحة والسلامة، كل جزوء المواقع بتهني حضرتك. الله يخليك، وأنا ليا الشرف إن أنا أهني حضرتك يعني على الهواء مع المشاهدين. كل جزوء
هي طبعا اول حاجه احب انوه عنها اللي هي السكته الدماغيه. ما تيجي نعرفها في البدايه للناس بالظبط ايه تعريفها بقى. هي عباره عن جلطات المخ او النزيف في المخ، يعني الاثنين عندنا على حد سواء، هما الاثنين حاجه مش كويسه يعني طبعا. يعني جلطه طبعا. المخ بتسبب طبعا ممكن شلل نصفي، بتسبب فقدان النطق، بتسبب مشاكل في الكلام، في التعبير عن اللغه، يعني انا عايزه اقول كلمه ما اقدرش اقولها، اقعد ادور على الكلمه ما الاقيهاش، الكلام ده كله. يا ساتر، حاجه صعبه قوي. فحاجه صعبه قوي طبعا. دي ممكن تحدث الاعراض دي نتيجه الجلطه او نتيجه النزيف، والاثنين على بعض كده بنسميهم السكته الدماغيه. طيب العلاقه بقى والرابط ما بين الجلطات الدماغيه او السكتات الدماغيه وما بين السمنه، لان في موروثنا يعني طبعا الناس اللي مش متخصصه ومش دارسه يعني دايما السمنه ليها مرجعيه تانية عندنا، يعني تلاقي اللي بيشتكي من السمنه بيشتكي من مثلا المفاصل، العمود الفقري، كوليسترول، يعني بالزبط. النوع ده من الامور، لكن سكته دماغيه بالظبط. هو حضرتك قلت جزء كده من الموضوع، ان السمنه دي بتعمل ايه؟ بتعمل اول حاجه ارتفاع في ضغط الدم، دي حاجه معروفه. طيب بتعمل ايه تاني لما يحصل ارتفاع في ضغط الدم؟ بيحصل ممكن فجاه يرتفع ضغط الدم بصورة أزيد من قدرة الشريان على أنه يحوط الموضوع ويحافظ على الضغط، اللي هو بنسميه بالتالي الشريان بينفجر؟ ممكن الشريان ينفجر ويعمل لي حاجة اسمها إيه؟ نزيف في المخ. طبعا. يعني إيه نزيف في المخ؟ الدم بيسيب الشريان ويروح على خلايا المخ وعلى الأنسجة بتاعت المخ، فطبعا خطورته في إيه بقى؟ كل ما كبر النزيف ده بيحوش لي مية حواليه ويكبر حجم المخ قوي، لدرجه في بعض الاحيان بنضطر نشيل الغطاء بتاع فرو بتاع الجمجمه علشان ادي مساحه للمخ ان هو يتنفس شويه، يعني يقل ضغط المخ بتاعه. طبعا الموضوع خطير. فاذا ايه علاقه بقى السمنه؟ ايوه، ازاي بقى تجيب لي جلطه؟ اول حاجه عن طريق ارتفاع الضغط، لان طبعا اللي عندهم سمنه معظمهم ما كانش كلهم ضغطهم مرتفع. دي حاجة قلناها. تاني حاجة السكر، لأن السمنة مرتبطة خلاص بقى بمقاومة إنسولين والكلام اللي احنا قلناه في حلقات سابقة، وبعد كده يحصل السكر. فإذا المريض اللي عنده ضغط أو سكر أو الاتنين مع بعض، وطبعا التالت هما بقى إيه؟ الشيطان، اللي هو مين؟ الكوليسترول. يبقى مين؟ الكوليسترول. طبعا الكوليسترول الضار اللي هو بنسميه ال LDL ده خطير جدا، بيعمل ترسب لحاجات حوالين جوه الشريان على جدران الشريان من جوه، يعمل زي تكلسات ويبقى الشريان من جوه خشن، يبتدي يعمل جلطات يسد لي الشريان. يبقى الثلاثه دول ضغط، سكر، الكوليسترول، ارتفاع الكوليسترول وبالذات الكوليسترول الضار ده بيعمل لي في النهايه جلطه، بيسد الشريان ما يوصلش للمخ، يبتدي يحصل بقى شلل نصفي، مشاكل في الكلام، تقل في اللسان، ترنح اثناء المشي، الحاجات اللي حضرتك بتشوفها. وللاسف المريض لو ما راحش الطوارئ اول اربع ساعات ونص من الجلطه، للاسف الشديد ما بيلحقش الحقنه المذيبه، وبتروح عليه فرصه ان هو ايده ورجله يرجعوا يشتغلوا تاني بشكل طبيعي. طب حضرتك بتقولي في وسط كلامك الكوليسترول، وخصوصا الكوليسترول الضار، هو في كوليسترول نافع؟ ال LDL ده بنسميه الضار، وفي الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL. ال HDL ده النافع لانه بيخلصني من الكوليسترول اللي موجود في الدم، وبالتالي بيوديه على الكبد وبيخلصني من الكوليسترول اللي عامل لي مشاكل. انما الضار ده بقى مشكلته ان هو بيساهم في ترسيب الكوليسترول على جدران الشرايين من جوه. طب تعالي بقى نروح للمرجعيه بقى نفسها اللي هي السمنه. تمام. وكيفيه التعامل مع الملف ده، وخصوصا ان السمنه يعني اعتقد برضو بتفرق من حد لحد. وكنت عايز اسال حضرتك برضو اكيد في سياق كلامنا عن المنتج اللي حضرتك هتكلميني عنه. تمام. السمنه ممكن تبقى واخده اشكال معينه عند ناس معينه واشكال تانية عند ناس تانية، يعني في ناس بتتجمع عندها الدهون فتلاقي مثلا عندهم شويه بطن، شويه ارداف، شويه خدود، بالزبط. حاجات زي كده. وفي ناس تانية بتبقى السمنه عامه متوزعه بالتساوي على بالزبط. كل فهل التعامل مع السمنه بيفرق من شخص لشخص؟ بيفرق من شخص لشخص. اولا اللي هي السمنه العامه اللي هي بيبقى كل الجسم زايد عن وزنه وترسب الدهون في كل حته، يعني مفيش حته معينه، ده اللي بنسميها العامه اللي هي جنرالايز. في انواع بقى بيبقى فيها سمنه موضعيه. الموضعيه اللي هي يقول لك ايه، بنعمل لها مش عارف ايه عشان ندوب الدهون والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله من غير ما اعمل ريجيم او امشي على منتج كويس يخسس، الكلام ده كله كلام فاضي على فكره يعني. اوكي. لان ترسب الدهون في، يعني ممكن واحده تلاقي عندها ترسب الدهون في البطن بس
ويحصل لها جلطه عادي، لان هي عندها برضو ده بيرفع مؤشر كتله الجسم في النهايه. ما انا في النهايه السمنه اللي عندها في بطنها دي رفعت لي في الاخر مؤشر الكتله. فاذا اساعد الناس دي ازاي؟ ان انا اقول لهم ناخد حاجه اسمها بيستا. البيستا دي منتج امن تماما، كله فايبرز والياف طبيعيه جسمنا محتاجها، وبتحسسنا بالشبع لما تتذوب في الميه ونشربها نص ساعه قبل الوجبات الرئيسيه. طب وبتشتغل ازاي فتحسسنا بالتالي بالشبع؟ بالظبط، هي الياف، فالالياف طبعا اللي هو السيليوم ورده القمح والشوفان، الثلاثه دول لما بيجي عليهم الميه بينفشوا. اوكي. بينفشوا وبيعملوا زي تضخم كده جوه الايه، جوه المعده، كانك عملت تكميم. يبقى انا قللت الكميه اللي موجوده اللي مسموح ان انا اكل فيها جوه معدتي، فبالتالي كاني عملت تكميم، بس تكميم من غير عمليه. نفشة جوه المعده لمده قد ايه؟ هل ما بين الوجبه والوجبه لغايه الثمان ساعات الكامله اللي انا حمايه، ثمان ساعات كامله، لدرجه انا عندي بعض المرضى بياخدوا البيستا وما بياكلوش بعديه ويقولوا لي احنا شبعانين. يعني ما احتجتش والله، يقول لي انا مش محتاج فما اكلتش. طب اقول له حلو. وده مش غلط صحيا، فكره ان المعده منفوشه على الفاضي وبالتالي محرومه من ان يدخلها أيوة مواد مفيدة للجسم. أما أنا هقول لحضرتك إحنا المواد المفيدة في الجسم، عشان اللي حضرتك قلته عملنا المعادلة الصعبة، اللي هو من خلال الشركة اللي هي باي ناتشرال، وبحب أحيي الشركة دي لأنها عملت حاجة غير مسبوقة، إنها بتخلي دايتيشن أو اللي هم مسؤولين التغذية أو دكاترة التغذية بيعملوا الكورس بتاع التغذية لكل مريض على حسب حاجته، بيقول لك تاكل ايه وما تاكلش ايه وجرعه ايه، يعني يظبط لك كل حاجه، بحيث انه مجرد ما تتصل بيهم تاخد البيستا ومعاه فيتامين هنتكلم عنه بعد شويه، يعمل لك على طول الموضوع ده مجاني، متابعه للتغذيه مجانيه. يعني في مساحه للاستشارات كمان. طبعا، اذا انا مش بحرم الجسم من المواد المفيده، بالعكس ده احنا معانا ناس بتظبط لك اكلك، بتعمل لك كل حاجه وفور فري. يعني حضرتك تخيل، انا بقولها دايما للمريض، بدل ما تروح للدكتور تدفع كذا وكذا وكذا، اديك اشتريت العلبه وكمان اشتريت الدكتور. بالنصايح كمان والارشادات. حلو. يعني يبقى انت كده وفرت استشاره الدكتور طبعا، لان احنا الدكتور هيرد على حضرتك في التليفون ومن دون ما ياخد منك ولا مليم. يبقى استشارات مجانيه تماما، ودكاتره على اعلى مستوى في التغذيه، ويظبطوا لك الدنيا، ويبقى انت كده تمام التمام. بيقول لك البروتين قد ايه، يبقى انا ما اتحرمتش من المواد المغذيه في جسمي، ولكن بكميات قليله علشان اخس، لان انا جسمي معبي دهون ومعبي حاجات زياده مش عاوزاها. طيب الفيستا بيشتغل مع كل الاصناف السمنه؟ كل اصناف السمنه. يعني لو حد واحده رفيعه وعندها سمنه موضعيه في حته برضو تاخد البيستا. أوكي. هيخسس ليه؟ لان اول حاجه بتتحرق في الجسم، انا لما اقفل موضوع المعده انها عماله تتلقف اكل طبعا، اول حاجه هتروح خاسه الحته اللي محوشه دهون زياده. الجسم ذكي ذكي، اوتوماتيك ده اللي بيحصل طبعا. هو دلوقتي انت يعني مدخلاه في حاله حرمان من النشويات. يبقى هيعمل ايه؟ هيروح مدور على الدهون اللي عنده، عارف انت اللي بيفلس بيدور في دفاتره القديمه. طبعا. بس في في ناس في المقابل لما بتيجي تخس، سواء من خلال رجيم او من خلال التعامل مع منتج زي بيستا اللي بنتكلم عنه في حلقه النهارده، تلاقيها وشها بس اللي يخس وبقيه الدهون زي ما هي بحطت ايدك. ما هو عشان كده الفيتامين اللي انا بقول لحضرتك عليه ضمن الكورس اسمه ألب مالتي فيت، هو ده اجابه على سؤال حضرتك. ان احنا بندي فيتامين اسمه ألب مالتي فيت، ده شامل كل الحاجات اللي جسمك محتاجها من الفيتامينات والمعادن، اقوى منتج موجود في السوق في مصر تقريبا. يعني المنتج ده موجود فيه فيتامين بي بكل المجموعه بتاعته، فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و12، ودول مش موجود بالمنظر ده في كل المنتجات. تاني حاجه، هو ليه ما فيش 9 و10 بالمناسبه؟ او هو دي اسماء الفيتامين. ليه بينط دلوقتي؟ هو زي ما تقول ايه، جم في النص كده كسلوا، او كان اللي بيعمل الفيتامين ده نايم فكانت مش نبطشيته، فتقريبا على بال ما رجع فكنسلوا الايه الحته بتاعته، كان فاتوه 9 و10. بالظبط كده، تحس انهم اتظلموا. فكلها العائله الكامله الفيتامين بي موجوده في المنتج ده، وبالاضافه لايه كمان؟ بالاضافه للزنك اللي هو مسؤول عن البشره وعن الشعر، فعشان كده حضرتك بتلاقي دول ما عندهمش لا هالات سودة ولا شعرهم يتساقط. وفي حاجات تانية كمان كتير، فيتامين سي اللي بيساعد في عملية الحرق، هتلاقي كروميوم ده من المنتجات المهمة جدا جدا في موضوع الحرق، وبالمناسبة موجود في البيستا وبرضه موجود في الألب مالتي فيت. فإذا بيظبط لي الحرق كمان في الناس اللي عندها مشاكل في الحرق، زي اللي عندهم نقص فيتامين د، زي اللي عندهم نقص في الغدة الدرقية.
وطبعا من خلال دكتور التغذية أول حاجة بيسأل المريض إذا كان عندك نقص في الغدة الدرقية بيظبطه له، أو بيبعته مثلا لدكتور البطنة يظبطه له. تاني حاجة مثلا الفيتامين د بيظبط له معدلات فيتامين د في الجسم، بحيث إن أنا الحاجات اللي بتعوق التخسيس أو نزول الوزن أنا بتفاداها تماما. عظيم. طيب هستأذنك تعالي نشوف آية وهي برضو يعني كان بتعاني من مسألة السمنة، تعالي نشوف تجربتها حصل فيها ايه. اتفضل. تمام. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه، لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليلة. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. هاي التجربة هي كانت تجربة سعيدة ونزلت 20 كيلو، ده طبعا ده رقم، يعني ما شاء الله فعلا، لان هو زي ما بقول لحضرتك البيستا مش بديك كيميكال ضار بيك او بيعمل لك مشكله، فبتقدر ان انت تكمل عليه. يا رب لو عايز تنزل 40 كيلو هتنزلهم. يعني انا عندي مرضى ماشيين عليه فعلا. النزول اللي بالارقام الكبيره دي، يعني بعدد الكيلوات الكتير ده، ما بيبقاش ليه اي انعكاسات سلبيه على الجسم؟ بقول لحضرتك ان احنا طالما بنديه بالجرعه المقرره والمقننه وكمان معاه الالب مالتي فيت، لا يمكن هيحصل اي اعراض. الجرعات دي اللي هي قد ايه بالمناسبه؟ كل اللي هي من وجبتين الى ثلاثه، يعني انا باخد البيستا يعني مرتين الى ثلاثه، من مرتين الى ثلاثه. مرتين ده اللي هو مثلا عنده سمنه موضعيه، اللي هو عنده حاجه بسيطه عاوز ينزل 3 كيلو 4 كيلو، عنده فرح، عنده جوازه، عنده مناسبه، عنده تي في شو زينا كده وعايز يخس ال 3 كيلو دول. انا نزلت عشان الشو بتاع 30. ايوه ده حضرتك ما شاء الله عليك، لا انت يعني بجد بجد شابو يعني والله، ربنا يكرمك. فطبعا الفكره كلها ان الموضعي ممكن ناخده مرتين في اليوم، اللي عنده سمنه بقى ازيد من كده اللي هي جنرالايزد او عامه او حتى موضعيه بس ضخمه، يعني تلاقي حد جسمه كويس بس تلاقي البطن والدراعات مثلا، فده ممكن ياخده على طول الثلاث مرات. طيب. وانا بقى بنصح بالثلاث مرات لان بتديك بسرعه نتيجه سريعه جدا. عظيم. مصطلح حرق الدهون المقصود بايه؟ حرق الدهون المقصود بايه؟ هو اصلا يعني ايه دهون؟ هو ربنا خلقنا ان احنا يعني نشتغل على طول ونتحرك. لو تتذكر كده القصص الكرتونز حتى يجيب لك الناس اللي هو الانسان الالي ماشي ماسك البتاعه ديت وبيخبط في الشجر ويقطع ويعمل، لان ربنا خلقنا ان احنا هنشتغل، هنعمل حاجات في الشجر، هنعمل مشي، هنعمل رياضه، هنشتغل بايدينا اللي نجار يعني في شغل ميكانيكال المفروض الانسان معمول عشان يعمل الكلام دوت. تمام. فاذا احنا دلوقتي حياتنا اتغيرت دلوقتي، يعني انا زمان جدي كان يقعد يقول لي انا كنت بمشي ثلاث محطات اتوبيس. اوكي. مفيش حد بيمشي دلوقتي حاجه، ده انت حضرتك لو راكب اي حتى تاكسي او وات ايفر تقول له نزلني في فوق الباب او انت عايز تطلع فوق الليفنج. بالظبط كده، عايز قدام التلفزيون. فاذا الكلام ده ما كانش زمان، عشان كده لو تاخد بالك زمان ما كانوش بيعاني من سمنه مفرطه زي دلوقتي. دلوقتي بقى عندنا فاست فود بيطارد ولادنا وبيطاردنا كلنا. زمان ما كانش فيه الكلام ده. وعلى ذكر ولادنا بالمناسبه، بقت برضو من ضمن الظواهر المؤسفه جدا ان احنا نلاقي طفل صغير ما كملش 10 11 سنه وبسم الله ما شاء الله. انا كلمت حضرتك على الانزلاق الغضروفي في حلقه من الحلقات. بالظبط. في طفله عندها 8 سنين عملت عمليه انزلاق غضروفي، لان هي بالعرض، هي مش بالطول، يعني هي كده بالعرض. ازاي كده؟ فطبعا توصل لدرجه ان يجي لها انزلاق غضروفي. عارفه لما يبقى بالعرض زي ما حضرتك بتقولي، نتيجه ان دي طبيعه الجسم، او يعني هنقول ان دي حاجه قدريه، لكن في اسر معينه بتبقى فاهمه ان البيبي كل ما يكلبز بتزغط العيال، انا دايما معناه ان صحته كويسه، بطلي تزغطيها. والله بقول لهم كده، دي مش بطه. يعني دي مش بطه، البطه احنا بنزغطها عشان هنذبحها وناكلها. بالزبط. انما دي بنتك عايزه تمشي، عايزه ركبها تبقى حلوه، عايزه ظهرها يبقى كويس. فالسمنه ده يعني بجد الشبح اللي بيخيم، وعلى فكره في بيوتنا كلنا
يعني من من الاجيال من الجدود والجيل بتاعنا والصغيرين اللي في الجامعات والاطفال. وطبعا مشكله لان في ظاهره التنمر طبعا. يعني طبعا. انا مش عايز اقول لحضرتك ده على مستوى والله على مستوى دكاتره وناس محترمين، وانا سامع بوداني واحده بتقول لواحده بس انا انت اتخن مني. يعني يا جماعه التنمر على كل الليفلز، فما ينفعش احنا لا. وبعدين من ضمن المستجدات اللي حصلت في حياتنا في السنين الاخيره مساله السوشيال ميديا والفيسبوك وانستجرام والنوع ده من الامور، ففي ناس بقى عندها هوس ممكن تبقى ماشي يصوروك يعني. يصوروك وينزلوا عليك شوفوا دي عامله ازاي، وتفاجئ ان دي مثلا واحده محترمه جدا وشخصيه كويسه جدا. بس للاسف التنمر يعني انا بعزوها طبعا للتربيه اساسا، ممكن تعمل مشكله والشخص ده يتدمر نفسيا. فانا احمي نفسي واحمي صحتي وعشان ما يجريش جلطات مخ وعشان ما يجريش نزيف في المخ، لان فيها اعاقه مدى الحياه طبعًا. لو انا ما اتلحقتش يعني ما اضمنش ان لو جت جلطه ان انا اتلحق في 4 ساعات ونص. طب هل كل الناس يعني. هل كل الناس اللي بتعاني من السمنه معرضه للسكتات الدماغيه ولا من الضروره هي ليها علاقه بطبيعه تكوين الجسم مثلا؟ لا ليها علاقه لسبب، لان زي ما قلت لحضرتك السمنه في حد ذاتها الدهون اللي موجوده في الجسم ما فيش واحد هتلاقيه عنده سمنه وتلاقي كوليسترول عدل. استحالة مش هتيجي. ليه؟ لأن هو زي ما بيعك في الأكل بيعلى حاجة اسمها الدهون الثلاثية كمان. الدهون الثلاثية دي لما أنا بحلل المريض الكوليسترول والدهون الثلاثية والLDL والHDL بلاقي الدهون الثلاثية دي ملخبطة، دي بفقس بيها العيان. يعني أقول له إيه؟ أنت حضرتك بتعك في الأكل. يعني مثلا يجي يقول لي أنا عامل دايت وكذا وكذا، أعمل التحاليل أبص ألاقي الدهون الثلاثية، أقول له لا يا باشا أسوأ جدا حضرتك الكلام ده غير سليم. يقول لي إزاي؟ أقول له الدهون الثلاثية في أسيتك، أنت كده بتعك في الأكل وبالتالي الكوليسترول والكوليسترول الضار هيترسب في شرايين ويعمل مشاكل. العك في الاكل المقصود بيه الكميات ولا الكواليتي بتاعت الاكل؟ الكميات والكواليتي الاثنين، لان انا النشويات الزايده عن حاجتي بتتحول لدهون في الجسم، هي دي المشكله. عشان كده الدهون ربنا خالقها عشان مخزن. احنا كنا رجعنا للسؤال حضرتك قلت لي الدهون حرق الدهون عشان مخزن للطاقه. اوكي، فاذا ده بالظبط كده لما بفلس برجع لدفاتري القديمه. طيب بفلس يعني ايه؟ يعني لما اتحرم من النشويات ولما احس ان انا شبعانه ومش مضطريه اخد نشويات كتير يبتدي الجسم غصب عن عين الدهون هتتحرم. اوكي، فاحنا بنعمل ايه؟ لا يملك غير كده غير ان يحرق الدهون، ما عندوش والا هيموت. ما هو والا هيموت من الجوع. فهو بيعمل ايه؟ يبتدي يكسر الدهون نحولها النشويات عشان نوصل للجلوكوز اللي هو بيمشي في الدم يظبط لي الجلوكوز اللي في الجسم والمخ، لان المخ ما يقدرش يستحمل نقص الجلوكوز لمده يعني. فاذا الدهون هي ربنا خالقها مخزن، فبلاش ان احنا نحول جسمنا طول الوقت المخزن، لان احنا مش في معاناه، احنا مش في مجاعه على فكره، احنا بالعكس احنا ان اكسس ايتينج، احنا بناكل زياده عن طاقتنا وزياده عن حاجتنا وبطريقه بجد مش طبيعيه خالص يعني. فلازم نتوقف عن هذا الموضوع ونتجه للطرق الطبيعية. الشهية في حد ذاتها قابلة للسيطرة عليها؟ لو خدنا البيستا وسد نفسنا عن طريق إن هو بينفش في المعدة هتلاقي على طول الشهية أوتوماتيك تقل. هتبقى حضرتك تخيل إن أنت طالع من أوبن بوفيه فرح كده اللي هو الستايل المصري الجميل يقول لك أسرع كائن المصري في الأوبن بوفيه، عارف أنت دي فقرة لوحدها بأي فرح. دي فقرة لوحدها. تخيل بقى وأنت طالع كده من الأوبن بوفيه واكل 4 5 أطباق جمال كده وتلاقي نفسك إن أنت إيه؟ طبعا مش طايق الاكل بعد. هو البيستا هيعمل كده، واللي بيعاني من السمنه في حقيقه الامر مش عايز اكتر من كده، بس كده طالع شبعان وجميل ومفيش اي حاجه. يبقى انا كده تمام التمام، هيبتدي الدهون غصب عنها هتتحرق واخس، يعني هخس ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا، نورتينا وافدتينا كالعاده، وان شاء الله نلتقي على خير باذن الله. الله يحفظك. شكرا جزيلا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير، الى اللقاء.